الصوفية الصارخ بدأ يسير لتوتر خلال الفترة. المجموعة الثمانية كان آخرها صاروخ أطلق بعضه اليوم على مدينة جازا. خلال فترة موسم الحج تم إطلاق خمس صواريخ باليستية على المملكة العربية السعودية في استهدافات عشوائية ومتعمدة لاستهداف المدنيين. تلاحظون في الانفوجرافيك اللي أمامكم عدد الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها منذ بداية العمليات العسكرية في عام 2015 حتى عام 2018، وتلاحظون عدد الصواريخ في الأشهر. المجموع الكلي لما تم إطلاقه 182 صاروخ حتى الآن. الميليشيا التركية أيضا تهدد الملاحة التحرير للتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. يوم الخميس الماضي تم اكتشاف عدد ست ألغام بحرية زرعتها الميليشيات التركية، وقامت دول الاتحاد البحرية وتشكيل بحرية لتفجير هذه الألغام. هذا يتم إطلاقها بطريقة عشوائية تخرج الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتحديد السفن المتعاقبة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. ايضا نعرض لكم هذا الاسبوع عدد من الانتهاكات الحوثيه. الميليشيا الحوثيه لا يوجد اي التزام بالقانون الدولي الانساني، تستخدم جميع المناطق المحميه بحسب القانون الدولي، كذلك الاعيال المدنيه تتخذها كمناطق لحمايه هذه الميليشيات وقيادات باستهداف قوات التحالف. من بعض هذه الامثله تلاحظون امامكم في حاله من انتهاك القانون الدولي الانساني باستخدام الاعيال المدنيه في مدينة صنعاء، هذا ملعب الثورة. تلاحظون في الصورة التي على اليسار وجود عدد من المسلحين من الميليشيات الحوثية. الصورة اللي على اليمين تبين استخدام الميليشيا الحوثية لأحد الأعيان المدنية بغرض عدم استهداف قوات التحالف. أيضا من الأمثلة على انتهاك القانون الدولي الإنساني واستخدام الأعيان المدنية، تلاحظون أمامكم في العاصمة صنعاء السجن السياسي، اتخذ من قبل الميليشيات الحوثية في تجنيد وتدريب بعض العناصر الإرهابية والمتطرفة في مبنى السجن السياسي، أيضا لغرض عدم استهداف قوات التحالف. هناك متابعة مستمرة لكافة المناطق سواء في صنعاء أو في منطقة العمليات. أيضا من انتهاكات الميليشيات الحوثية في هذا الجانب استخدام المدارس. أمامكم تلاحظون مدرسة السلام في محافظة تعز مديرية السامع. تلاحظون في الصورة عدد خمس عربات مسلحة داخل أسوار المدرسة في انتهاك صارخ القانون الدولي والإنساني واتخاذ المناطق المحمية الموجبة للقانون الدولي والإنساني لغرض التخفي وعدم الاستهداف. أيضا من الأمثلة التي أقدمها أمامكم في انتهاك القانون الدولي استخدام الأعيان المدنية. أمامكم تلال الريان في العاصمة صنعاء أحد المناطق السكنية. تلاحظون في الصورة أعلى الشريحة مدفع ذاتي الحركة من نوع تويس 1. قامت الميليشيات الحوثية بوضع ما بين الفلل السكنية في العاصمة صنعاء، وهذا اختراق واضح وصريح للقانون الدولي والإنساني واتخاذ المدنيين في ضروع بشرية لعدم الاستهداف. ايضا في تلال الريان تلاحظون بعض من الميليشيا الحوثيه تقوم بالتدريب على الاسلحه الخفيفه او تدريب القناصين. تلاحظون في الشريحه هنا في الوسط تدريب القناصين في تلال الريان واتخاذها كنقطه عسكريه ووجود اتصالات في هذا الموضع. ايضا من انتهاكات الميليشيا الحوثيه هناك حاله تم توثيقها من قبل قياده القوات المشتركه للتحالف باتخاذ الميليشيات الحوثيه احد المعسكرات او احد خلينا نقول منطقه تم تخصيصها للنازحين، وتقوم قياده القوات المشتركه بدعم هذه المنطقه في محافظه حجه مخيم للنازحين يتم استخدامه من قبل الميليشيات الحوثيه. تلاحظون في هذا الفيديو هذه الصوره امامكم، هذا الهنجر موجود في الفيديو وموجود في الصورة. يتم متابعة أحد عناصر الميليشيات الحوثية في منطقة العمليات ودخوله إلى مخيم النازحين لإتخاذ المأوى وعدم استهداف من قبل قوات التحالف. أيضا مثال آخر على استخدام الميليشيات الحوثية لإحدى المدارس لتخزين الأسلحة، هذه مدرسة في محافظة صالح من مدينة
راح يكون الاشخاص الذين يتم مراقبتهم من خلال مهمات الاستخبارات يحملون السلاح. هناك الكثير من الفيديوهات راح يعرضها ان شاء الله في المرات القادمه تبين بما لا يدع مجال للشك استخدام الميليشيات التركيه للاعيان المحليه في موجب القانون الدولي والانساني. هنا ايضا حاله من انتهاك القانون الدولي الانساني باستخدام احد المستشفيات وهو مستشفى حرف. تلاحظون احدى العرفات قامت بالدخول الى داخل المستشفى محاولة التخفي في الغطاء الشجري والنباتي وخروج مسلحين من العناصر الميليشيا التركية الإرهابية واتخاذ المستشفى كمنزل. خروج العناصر الحوثية من العربة كما تلاحظون الشخص الذي في الأخير يحمل جعبة على ظهره وهي لزراعة الأرض. وهذا دليل واضح على استخدام الميليشيات في الأعيان المحمية وخصوصا الطبية. نعرض لكم أيضا بعض الاستهدافات العملياتية. لا زال قوات التحالف أو قيادة القوات المحركة تقوم بتحييد وتحييد الخطر الصواريخ البالستية. هذا استهداف لمنصة إطلاق صاروخ باليستي في محافظة صعدة. تلاحظون على يمين الشريحة المنصة قبل الاستهداف. أيضا استهداف لمنطقة تخزين صواريخ باليستية في محافظة صعدة. وتلاحظون في يسار الشريحة الانفجار التي تمت مراقبتها بعد الاستهداف. التحالف الأسبوع الماضي أعلن عن استهداف دفاع جوي من نوع سام 6. كانت الميليشيات الحوثية على وشك استخدام الدفاع الجوي في تهديد الملاحة الجوية وخصوصا مع وجود بعض الرحلات المتوجهة إلى العاصمة صنعاء بالطائرات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة. هذه القدرات لا يمكن أن تكون في يد الميليشيا المتطرفة كالميليشيا الحوثي ولا تكون في التبيان أو في الشريحة. العرض إطلاق الصواريخ البالستية بمحاولة تنويها أيضا الرادار وكذلك وجود الخطر على جانب في الموقع. عملية الاستهداف في منصة إطلاق الصواريخ وستلاحظون وجود الانفجارات الثانوية بعد الانفجار كما تلاحظون. أيضا استهداف الغرفة التي كان يتواجد فيها الخبراء لدعم إطلاق الصواريخ الدفاع الجوي من أرسام 6. أيضا استهداف شاحنة نقل الصواريخ وكذلك الحامل الذي يتم إنزال الصواريخ ووضعه على منصة إطلاق الصواريخ البالستية. وأيضا استهداف كافة مكونات النظام الموجودة في هذا الموقع في العاصمة صنعاء. هذه إحدى الاستهدافات وعملية التدمير. هذه عملية لتقييم الرمى بعد القصف من خلال مجموعات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. تلاحظون كمية الانفجارات من الصواريخ الموجودة في الموقع. الرمى بعد القصف تلاحظون المنصة الخاصة بإطلاق الصواريخ البالستية وكذلك الحوامل الموجودة على الصواريخ من نوع سام 6 التي تم تدميرها. استهداف مهاجمة مبنى أبدان للميليشيات الحوثية الإرهابية في صرواح وعملية التدمير. أيضا مستودعات إمداد الميليشيات الحوثية في صعدة ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني. وكذلك استهداف مهاجمة عرب مسلحة وعناصر حوثية وستلاحقون الانفجارات الثانوية بنقل الأسلحة من خلال النقاط في أرض المعركة. كان هناك أيضا استهداف ومهاجمة مخزن ذخيرة للميليشيات الحوثية في صنعاء باستخدام أحد المعسكرات السابقة للجيش الوطني اليمني. كان هناك أيضا استهداف مهاجمة عربة إمداد وقود. تلاحقون عربة إمداد تلاحقون في يسار على المؤشر وجود خزان وقود وهو أحد التكتيكات التي تستخدمها الميليشيات الحوثية في قطاع إمداد. هذا كان في صاعدة في أجر مران عملية المراقبة محاولة تفريغ الوقود في الخزان الأرضي وعملية الاستهداف لعربة نقل الوقود. استهداف مباشر للعربة وأيضا استهداف الخزان الأرضي للوقود. العربة بعد تدميرها وستلاحظون الآن عملية
استهداف المستودع وكمية الانفجار كما تلاحظون أمامكم. الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها خلال الفترة 182 صاروخ، المقذوفات 66,351، الخسائر الميليشيا التركية خلال الفترة، المواقع والأسلحة والمعدات 535، عدد القتلى مع العناصر الإرهابية التركية خلال الفترة 1375. كان هذا هو إنجاز